العالم كله يضرب في الميزانيات العراق الانفجارية 1000 مليار، والآن يستجدون في مؤتمر الكويت مبالغ لكي يقوموا بأربع مشاريع فقط لمدينة الموصل، كان أكبر مدن العراق والتي يعادل سكانها سكان دول خليجية بأكملها. إذا نتحدث عن مؤسسات فاسدة بكل معنى الكلمة. فمن المفارقات، ولم أكمل جوابي، بأن باسم خزع الخشان الذي اتهم مجلس محافظة المثنى في مدينة السماوة بأنه مجلس فاسد، نفسه القضاء الذي حكم عليه ب6 سنوات مقابل دعوتين فقط من أصل 8 دعاوى مقامة ضده، نفسه أمر ببراءة فلاح السوداني الوزير السابق الذي سرق مليارات الدولارات. إذا نتحدث عن ازدواجية في التعامل، الناشط الحقوقي يودان واللص والسارق من الوزراء وأعضاء الأحزاب المتنفذة يفرج عنهم.